أول سنة مشيت فيها من مصر رحت للبرتغال، كان مصادف رمضان، كان في أول فترة الإعداد، كان موت. بعدين رحت التمرين، في فترة الإعداد دي كنا بنتمرن مثلا تمرينتين في اليوم أو ثلاثة أو حاجات كده، فكان في حمل جامد جدا. وكان المشكلة كمان إن أوروبا في الصيف، المغرب مثلا ممكن نفطر الساعة 10 بالليل، والسحور كان مثلا الساعة 3، فشايف انت الوقت وقت قد ايه، وقت كبير جدا. فجيت اول يوم ده اتمرنت التمرين بتاعت الصبح، كنت صايم، بعد كده جيت على التمرين بتاع بعد الظهر، فما قدش اغمى عليا في الملعب، وكان موضوع جولي بقى كلهم، المدرب والنادي، انت لازم تفطر ومش عارفة ايه. قعدت بقى ساعتها، انا كنت منهار، اول مرة اسافر ويحصل معايا كده، ورمضان عمري ما فطرت في رمضان. قعدت كلمت بقى انا صحابي، وكلمت ناس في الازهر ومش عارفه ايه والقصه دي كلها. فبقيت الايام اللي انا بتمرن فيها تمرينتين او ثلاثه في اليوم بفطر وبعوضها بعد رمضان، والايام اللي بتمرن فيها تمرينه واحده او ماتش كنا فتره الاعداد بصوم عادي، ما كانش فيها اي مشكله. بس كان اليوم اللي بقى فيه ثلاث تمارين ده كان شاق جدا يعني، وما كنتش ما كانش ينفع ان انا ما اروحش التمرين في فتره الاعداد، لازم تتمرن. لو في ايام عاديه كان عادي. بعدها ابتديت اتاقلم بقى، رمضان اللي بعديه خلاص الدنيا كانت اهدى شويه، وهكذا لحد ما وصلت امريكا. امريكا بقى الوضع كان مختلف، يعني كان تمريننا الساعه 10 الصبح والفطار كان 9 ونص بالليل، فاللي هو انت بتبدا يومك خلاص خلصت الطاقه اللي عندك كلها، وتقعد بقى طول اليوم ميت. فامريكا قبل رمضان، فهم قالوا لي انت مسلم وكده، قلت لهم يعني هم عارفين ان انا مسلم، فقالوا لي انت بتعمل رمضان؟ قلت لهم انا بصوم. قالوا لي اوكي، فجابوا لي الدكتور التغذية، كانت مظبطة لي بقى الأكل في الفطار لحد السحور باكل إيه، وكنت شهر كامل بتمرن الصبح عادي الساعة 10 الصبح، وماتشات ما كانش فيها أي مشكلة وخالص، ما كنت خلاص اتأقلمت، أخدت على الوضع. في ناس كانت بتساعدك إن أنت تأدي العبادة بتاعتك على أحسن وجه، وفي ناس هو عادي مش مهم، هو التمرين الساعة كذا وخلاص، هو ملوش دعوة أنت بقى بتصوم ما بتصومش، دي ما حاجة ما تخصهمش يعني. كان يومي بيبقى يعني كان بيبقى صعب شوية، خصوصا لما تبقى لوحدك كمان في الغربة، الموضوع بيبقى تقيل. كان رمضان بصراحة كان تقيل قوي، كان بيبقى الدنيا صعبة شوية نفسيا يعني. في مصر هنا لا، الدنيا ما احنا هنا كلنا بقى منا في بعضينا كده، والدنيا حلوة يعني، طول اليوم محدش بيعمل حاجة، وبعد كده التمرين الساعة 9 بالليل ولا 10 بالليل، فالموضوع هنا سهل جدا يعني، حاجه فرض والواحد مش متعود. انا نفسيا على فكره رمضان ده انا اتعبت جامد، فتره الاعداد دي كانت اصعب فتره اعداد قابلتها في حياتي، مع ان التمرين ما يعني ما كانش جامد قوي، احنا كنا هنا مثلا في مصر بنقعد نجري بالكيلوهات، هناك لا اقل من كده.